عندي الروت لوكس ميثود بدل نحكي فيه المره الماضيه راح اراجع الاشياء اللي حكيناها المره الماضيه. في عندنا هاي الاوبن لوب فانكشن. فالاوبن لوب فانكشن ترانسفير فانكشن او بلس ترانسفير فانكشن هيها موجوده هون اللي هي اف او زد. احنا هون راح نحط ديجيتال كنترولر اوكي اللي هون سامبلر هاي ماينس بلس وهاي الفيدباك باث اللي موجوده. إذا الروت لوكس بده يدرس أثر تغيير K على الستابيليتي تبعت السيستم والترانزينت ريسبونس وكل الأشياء هاي. إحنا عم نغير K، K طبعاً دائماً بوزيتيف، دائماً راح تكون K بوزيتيف. لما بغير K عمالي بغير الكاركترستكس، بغير البولز تبعت الترانسفير فانكشن. بدينا بأوبن لوب ترانسفير فانكشن، وين البولز تبعتها؟ أيوه مش هيك؟ 1 و 0.368، التنين ريل والسيستم أصلاً الأصلي ستيبل. بدينا نغير K، لما بغير K راح يتغيروا مكان البولز، رغم انه K ما فيش فيه Z، it's not a function of Z. بس رغم ذلك لما بغير K بسبب الكلوز لوب نيجاتيف فيدباك اللي موجود هون راح يتحرك البولز. مكان حركة البولز الخط اللي برسمه 2 بولز، 2 بولز، فراح يكون عندي مساريه وفي عندي كمان زيرو. الحركة هذول البولز وأنا بغير قيمة K اسمها الروت لوكس. هلا اللي راح نعمله أول شيء راح أشغل راح ارسم الروت لوكس لهاي الفانكشن وبرسمه ما راح نرسمه مانيولي، ما راح ادخل بالرسم المانيولي، راح ناخذه ونرسمه مباشره على الماتلاب. فراح احط اول شيء هون الكوماندز اللي راح ناخذهم عشان بعدين نعملهم على الهاي ونشوف كيف بيطلع معي الروت لوكس من هنا. اذا عندي اول شيء انا عارف انه البولز زد البولز بتساوي 1.368 يعني هاي خلينا احط هون زد في زد زد هي بول واحد اللي هو بوينت ماينس 0.717. فلو جينا رسمنا هذا ورسمنا الدائرة هون راح يكون عندي واحد منهم هي بول هون راح يكون عندي بول هون 0.368 وبعدين عندي راح يكون زيرو الزيرو وين؟ ماينس 0.707 موجود هون. إذا هذول التو بولز راح يتحركوا باتجاه بعض. هلا زي ما نشوف بالرسمة كمان شوي راح يكون عندي الخط هذا هون وهذا، فعند النقطة هاي بصير السيستم انستيبل. بعدين راح يتحركوا هذول وراح يرجع الروت لوكس من هون، واحد منهم راح يروح باتجاه الزيرو وراح يروح باتجاه الانفينيتي. وعندي هذه هون بريك اواي بوينت وهذه بريك ان بوينت.